call me a god. You call me a god. مرحبا واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم الفيديو راح نرد على بعض التساؤلات اللي تسأل عن كيفية الاستحواذ على المصانع. لما تبدأ اللعبة تبدأ السيزن، تجي هنا عند صندوق البريد وتروح تحصل هنا عندك جوائز لأنك سيطرت على مصانع في الموسم الماضي، فبتحصل هنا على جوائز. بعد ما تأخذ الجوائز الموجودة هناك بتحصل فيها عقود إيجار. أتوقع أنه معظمكم إنكم بعد ما شليتوا عقود الإيجار رحتوا للمصانع اللي تريدوا تأخذوها و شوفوا المصانع مخلصة. رحتوا للمصانع اللي تريدوا تاخذوها وسيطرتوا عليها. انا سيطرت على المصانع الخمسة هذه بحيث انهم في نفس الموقع، ومن ثم سويتوا الطرق التجارية او السفن، خصصتوا السفن. بعد ذلك بغيت تسيطروا على مصانع جديدة عندك نفس هذا، مثلا انك تجيب الانتهاء خلال 15 دقيقة، انك تجيب وتسيطر على المصنع سواء عن طريق هذا التوصيل او عن طريق السيطرة المشتركة او المعادية. و يمكن انكم ما وصلتوا هنا او ما جيتوا هنا، اتوقع في بداية اللعبة يكون عندك خمس مصانع تقدر تسيطر عليهن. اتوقع انكم وقفتوا عند الخمس مصانع، بس اذا جيتوا هنا، واحد من الشباب في اليوتيوب ذكر هالشي، بحاول نجيب اسمه بس عشان نعطي الكريدت لكل شخص يستحقه، ما نظلم حد يعني. توقع في فيديو النظرة السريعة كان، لو نقدر نشوف الكومنتات. ايوه D7ME198 هو الشخص اللي ذكر انك تروح من الترقيات وتسيطر وتاخذ. لو تشوف الترقية رقم واحد يرفع عدد المصانع المملوكة لعشرة، فيمكن انت عندك الخمسة اوريدي، عشان كذا ما قادر تاخذ اي واحد اكثر من كذا، فلازم توصل لعشرة. بعد كذا تروح وتوقع هنا يرفع الى 12، يعني فقط يزيدك اثنين، من ثم يرفع لك الى 16 يزيدك أربعة غيرهم، بعدين مرة ثانية إلى 24، فهنا يزيدك 8 على الليفل 14، وإحنا ماشيين 30 وأتوقع 36 بعد 48 والأخيرة 76. أنا الموسم الماضي تقريبا وصلت ل 50 لما سيطرت على كل شيء في الحمراء وكل شيء في الساحل الأفريقي، ويمكن خمسة أو ستة في الهندي، فما أتوقع إني أريد أوصل لل 76، خلينا على 48، بس بنشوف على نهاية الموسم إذا كان عندنا كمية. عندي كمية كبيرة، بس بسيطر أول شيء على السفن، وبحاول إني أخذ سفن مع عدد سفن كبير، ومن ثم أخصص للمصانع الموجودة عندي، وبعدين أبدأ أشوف يعني كيف عملية السيطرة. الحين عندي 18 دقيقة لازم أنتظر، ف بوقف الفيديو شوي، اقطع الفيديو وبعدين اسوي عملية السيطرة، واني اروح اشوف هذا ايش يريد. نشوف هذا ايش يريد، لانه عندنا 15 دقيقة. ما اعرف اذا كنت اقدر اوصل له المواد والموارد اللي طالبنهن. في شخص اوريدي سيطر على هذا، وهذا الشيء اللي ذكروا لي اياه. اتوقع انا اول مره اجي اقرب هذا مع التوصيل او الشراء عن طريق الاكستشينج، بس نشوف الآلية. الحين ذكروا انه اتوقع اللي هو الستوري مالها، القصة يقول لك انه حد سيطر، بس الحقيقة انه هذا الشخص اللي سيطر. يحتاج للرامي الفاخر، 30 رامي فاخر. طبعا هذه الامدادات اللي متعودين لها، ف
لو نشوف اتوقع هنا عندي الرامي اداره الشحنه، يمكن يكون عندي الرامي الفاخر هنا لانه قنب الفاخر، الرامي الفاخر هذا عندنا، فنحول 30 ونجي نشوف صاحبنا هذا شراء الحصة موجود عندنا الرامي الفاخر، والحين تمت عملية الشراء بنجاح. كذا نكون سيطرنا على المصنع مسبك معادن بيمبي اللي هو موجود هنا جنبنا مباشرة. فبهذه الطريقة نكون سيطرنا على المصنع، فتحنا مباشرة لأنه عندنا كمية مصانع مثل ما قلنا في الترقيات، عندنا كمية كبيرة حاليا نقدر نوصل لستة واربعين مصنع، وإحنا أصلا عندنا سبعة مصانع بس أو 48 مصنع، هنا مكتوب لكم كم عدد المصانع اللي ممكن توصلوها، وإحنا عندنا سبعة مصانع بس. هنا نكون وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى إنه أعجبكم واستفدتم منه. المقطع راح ينزل اليوم يوم السبت، نشوف يمكن يكون عنده مقطع واحد في كل أسبوع أو ممكن مقطعين في كل أسبوع. إذا كنتم بتتابعوا القناة أتمنى أنكم ضغطوا على زر المتابعة، ضغطوا على زر اللايك عشان نوصل لأكبر عدد، ونشوفكم في مقطع آخر، والسلام عليكم.